السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم، تقبل الله منا ومنكم. الآن نوريكم مائدة اليوم الثاني من رمضان. حضرت كاع المأكولات في الصباح، عملنا حريرة كالمعتاد، حريرة عملت بالنسبة للطاجين، عملت المتوم، طاجين متوم. روابط الوصفات تجدونها أسفل الفيديو. كذلك عملت صالي، عملت بستيلة، عملت فلفل، عملت سلطة بالبيتخاف وعملتها وزينتها بالزرودية غابي بالزيتون والمايونيز والمعدنوس. عملت أوملات، فخيت أوملات هذه يحبوها الأطفال طبعا. عملت سلطة خضراء، وطبعا باش نفرقوا الصوم نفرقوه بالحليب والتمر. زيادة على عملت العصير، عصير تجد الوصفات رابط الوصفات وجدوها أسفل الفيديو. وهذه هي مائدة اليوم. القهوة حضرت قلب اللوز أو الشامية، وكتحلية عملت ديسير تاع الكؤوس متكون من طبقتين زينته بحبيبات الشوكولا. هذه هي بالنسبة لمائدة اليوم كاملة. أخيرا نخليكم مع البقالة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى الغد إن شاء الله ومع مائدة جديدة. سلام البنات، صحة فطوركم. إن شاء الله اليوم ما يكون جاكم واعر. بروميامون نشكر اللي خلونا رايهم في التعليقات واللي دعمونا باللايك والسبسكرايب. هاي البقالة تاع اليوم انا شخصيا عجبتني بزاف بزاف، ونيت على واحد ان شاء الله تتحقق. وانتوما مش نعرف لا تعجبكم ولا ما تعجبكمش، هاي البقالة صمتوا ما تنساوش تمنوا وتعقدوا. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى الصحابة رضيت، وعيطت يا خالقي يا مغيت كل مغيت. رب السما العالي بيك ساغيت، رحمني في هاد الدنيا وسقمني السعد ديالي. يا ما تنساوش نعود الخضرة، سمحولي سبسكرايب ولايك، ورايكم كما مضاري رايكم في التعليقات، ودعموا قناة سلسابيل الكويزين على خاطر بلي انتم تعجبكم ما انش عارفة. وزين نقول لكم حاجة، اللي ما عجبتها هلا فيديو تاني تحط لايك، راكو عارفين خصنا لايك توجو بس تطلع القناة. يا باي باي.